سلام الله عليكم. حديث البحرين، أهلا بكم مشاهدينا. سجون البحرين تغص بالمعتقلين السياسيين المعارضين السلميين للنظام. يتفنن هذا النظام في حيله لسحق الحراك الشعبي السلمي، وذلك من خلال تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام صورية تصل إلى حد المؤبد والإعدام. طبعا هذا القمع الممنهج منذ العام 2011 وحتى اليوم حول البحرين إلى سجن كبير، واستحقت وبامتياز تسميتها مملكة التعذيب ومقبرة حقوق الإنسان. ومنظمة هيومن رايتس ووتش تقول في هذا الإطار إن محاكم البحرين مدنية وعسكرية هي جزء من منظومة قمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. لذلك فإن هذه الانتهاكات تعد جريمة موصوفة لا أفق لحلها جذريا، لكن يؤكد البحرينيون في حراكهم المستمر أن الاستبداد سيسقط لا محالة، وأن فجر الحرية والتغيير آت ولو بعد حين. إذن 21 ألف حالة اعتقال تعسفي، موضوع هذه الحلقة من حديث البحرين لهذا اليوم. حول هذا الموضوع وملفات حقوقية وسياسية أرحب بضيفينا. ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي البحريني أستاذ علي مشيمع، ومن العاصمة اللبنانية بيروت أرحب برئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد باقر درويش، مع الترحيب بكما. قبل أن نفتح النقاش مع ضيفينا لابد أن نذكر أن جمعيات حقوقية بحرينية نظمت أخيرا ندوة صحفية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمناسبة الذكرى 12 للحراك الشعبي البحريني تحت عنوان البحرين 12 عاما سجون وقمع بلا هوادة. وقد قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن السلطة حولت البحرين بقيادة مجلس الدفاع الأعلى وبإشراف وزير الداخلية وغيره طبعا من المؤسسات الأمنية السجون إلى ساحة للانتقام، كما لجأت إلى القمع السياسي الجماعي الممنهج، وتفننت أيضا في ابتكار أساليب التعذيب أبرزها الحرمان من العلاج. وفي هذا الإطار أيضا رصدت الجمعيات الحقوقية 21 ألف حالة اعتقال تعسفي تقريبا لمواطنين منذ العام 2011 وحتى أواخر العام الماضي، بينهم 12 من أصل 26 ضحية تعذيب ينتظرون الإعدام في أي لحظة، فيما هناك مئات المحكومين بالسجن المؤبد بعد محاكمات جائرة. وفيما أكد رئيس منظمة السلام للديمقراطية جواد فيروز أن كل أشكال الانتهاكات الحقوقية المعروفة تاريخيا طبقت في البحرين، ومنها إسقاط الجنسية لأسباب سياسية، كما أن البحرين هي فريدة بممارسة الترحيل القسري تماما كما يفعل الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، فهناك 18 حالة رحلت قسريا. إلى ذلك أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى حل الجمعيات السياسية الوفاق وعد وأمل بعد اعتقال عدد من قيادات المعارضة بما فيهم الشيخ علي سلمان طبعا، فيما أسقطت السلطة حق آلاف المواطنين السياسي وحظرت التظاهر والتجمع السلمي. ولنفتح نقاش من العاصمة اللبنانية بيروت أستاذ باقر درويش، الجمعية الحقوقية البحرينية نظمتم ندوة صحفية وذلك مناسبة الذكرى 12 لانطلاق الثورة البحرينية السلمية تحت عنوان 12 عاما سجون وقمع بلا هوادة. ما أهمية طبعا هذه الندوة خصوصا بعد مرور 12 عاما على ثورة البحرين السلمية والقمع ومشروع القبضة الأمنية الذي واضح أن نظام البحرين مصر عليه أكثر من أي وقت مضى؟ نعم، بلا شك بأن من المهم التذكير بحصيلة حصاد القمع السياسي طوال 12 عام، هذا إذا استثنينا ما كان موجود قبل تلك الفترة أيضا بسنوات، سواء قبل 2011 يعني بسنوات طويلة جدا في التسعينات وغيرها وحتى بعد 2000. المهم استحضارها لأن هذا شكل من أشكال انعكاس المشكل السياسي في البحرين والأزمة السياسية، خصوصا وأن الحكومة ما زالت تشتغل على السعي لإبراز صورة مختلفة عن واقعها السياسي والحقوقي
ومنها على سبيل المثال رفع شعار التعددية الدينية والتسامح الديني نعم الذي تحاول تسويقه اليوم عبر الكثير من الفعاليات التي تشارك فيها أو التي تحضر لها، كما هو الحال في موضوع المؤتمر الذي سوف يعقد بعد قرابة الشهر صحيح، من الآن في منتصف مارس نعم، مؤتمر تحت البرلمان الديني عنوان الدولي. التعايش السلمي وكذا وغيره، طبعا لأغراض إعلامية. تريد الحكومة أن تبرز صورة مختلفة عن كون أنها دولة قامعة للحقوق والحريات ولا تفرق بين أحد في ذلك ممن يعني يرفع أي مطلب وأي شعار. أي شخص ينتقد الدولة سيكون عرضة للاستهداف السياسي، وهذا أيضا يواجهه يعني من زاوية أخرى دور المجتمع السياسي والحقوقي والمجتمع المدني في إيضاح نعم هذه الصورة، خصوصا وأنه مع تزاحم الأحداث السياسية الدولية والإقليمية من المهم التذكير بما يجري في البحرين وبما يتعرض له البحرينيون من اضطهاد سياسي على مختلف نعم المستويات. طيب أستاذ علي مشيع، والدكم القيادي حسن مشيع طبعا هو من ضحايا انتهاكات اللا إنسانية التي يمارسها نظام البحرين داخل سجونه، وسؤال بديهي، لماذا لا يزال هذا النظام يصر على سياسة الانتهاكات القمعية اللا إنسانية داخل سجونه؟ هل أتت أكلها؟ هل فتت من عضد يعني وصمود المعتقلين السياسيين؟ نحن نعتقد من خلال هذه التجربة، تجربة 12 عام من الثورة أو التجارب التي سبقتها، يتضح بشكل جلي طبيعة النظام. النظام متطبع بالعدوانية، لذلك هو يتشابه مع الكيان الصهيوني. هو يعني مستنسخ ربما حتى من العقلية، طريقة التفكير، طريقة الإدارة، الفكر الاستئصالي، الفكر العدواني، لأن كل الشواهد، كل الأحداث اللي مرت في البحرين، طريقة التعذيب، طريقة القتل، الاعتداء على المقدسات، الازدراء، الإهانة، الإمعان في إذلال المواطن، تفضيل الأجنبي على المواطن، وأحداث كثيرة تبين أولاً أن هذا النظام بطبيعته متطبع بالعدوانية. رقم اثنين، أن هذا النظام هو لديه عقدة الانتماء. الواضح من سلسلة القمع ووسائل الإرهاب التي قام بها وارتكبها ضد أبناء البحرين، هي استهدفت تاريخ نعم هذا البلد، استهدفت المواطن الأصيل في هذا البلد، استهدفت أي شيء يمت إلى الحضارة والعمق التاريخي في هذا البلد. هذا يعكس عقدة انتمائه إلى هذا الوطن، وهذا أيضا ما يفسر ارتمائه في عمالته وارتمائه في أحضان الدول الأخرى وآخرها الكيان الصهيوني، لأنه هناك أنظمة ديكتاتورية حكمت المنطقة وحكمت الدول العربية. يعني على سبيل المثال صدام، صدام كان نظام قمعي وحشي إرهابي، لكن إذا يعني بالمقارنة ستجدين صدام يتغنى بالعراق، يتحدث عن عظمة الشعب العراقي وعن العراق نعم كبلد وكتاريخ. النظام الخليفي لا، النظام الخليفي لديه عداء مع التاريخ، لأن التاريخ يثبت أنه دخيل على هذا الوطن، دخيل على هذا البلد، دخيل على تاريخه، بل مسيء إلى تاريخه. يعني هو يصف نفسه، يصف الخليفيون أو أنفسهم أنهم فتحوا البحرين، والبحرين دخلت الإسلام دون أن يجب وأيضا عليها يعني نظام بخير صدام حسين الأفكار. أصبح يعني نظاما بائدا، إذ كان مجرما طاغيا في بائدا، الغالب. نعم صحيح، هذا مصير النظام، وهذا أيضا يعني من هذا المنطلق، هذا ما يعزز ويجعل البحرينيين مصرين ولديهم عزيمة على مواصلة النضال، وأصلا لا يوجد خيار غير النضال. نحن في داخل البحرين أتصور أن المشهد، وهذا كلام تم يعني قوله وتكراره كثيرا، نحن ندافع عن وجود، ليس فقط حقوق. اليوم حرب وجود الوجود يعني مهدد، طبعا الوجود مهدد، أدخلوا لك الصهاينة في داخل البلد،
والآن هناك مساعي لتهويد بعض المناطق، نعم نحن نرزح تحت احتلال متعدد الجنسيات، آخرها التوغل الإسرائيلي في داخل البلد. فأكيد السكان الأصليين البحرينيين يشعرون أن تاريخهم مهدد، أن حضارتهم مهددة، أن سيادتهم منتهكة، أن حقوقهم مسلوبة، وبالتالي أي شعب كريم يتطلع إلى المجد والسمو يجب أن يقاوم، وأن يجب أن نعم يستمر في النضال، ويجب أن يتحمل هذه الضريبة الباهظة التي يدفعها. فهذا تاريخ الشعوب يعني المتطلعة إلى على أي الحرية حال والاستقلال. الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطابه الأخير أشار إلى هذه النقطة تحديدا التي تتفضل بها، أن الطريق إلى النصر حتمي ولكن قد يطول. على أي حال بالعودة إلى السيد باقر درويش وأهمية هذه الندوة الحقوقية التي أقمتموها مع جمعيات حقوقية لتوثيق الانتهاكات اللا إنسانية التي ارتكبها النظام على مدى 12 عاما، تحدثتم عن سياسة الاعتقال التعسفي الذي والتعاطي الأمني الذي واضح أن نظام البحرين مصر عليها واعتمادها كأساس اليوم، أو حتى استخدام تقنيات وابتكار في مسألة هذا الاعتقال التعسفي. سيد باقر درويش، نعم، والاعتقالات أنا لا بأس أن أعطي بعض المعطيات تفضل. الرصدية الموجودة عندنا. تركزت بشكل أساسي، الغالبية الأكثر كانت في محافظة العاصمة والشمالية. محافظة الجنوبية والمحرق فيها أيضا اعتقالات، يعني في المحرق أكثر من 1180 حالة اعتقال، ولكن تركزت الاعتقالات بشكل أساسي في هاتين المحافظتين. في موضوع الاختفاء القسري على سبيل المثال، هو أيضا جزء من ما يستخدم ضمن سياسة الاعتقال التعسفي عبر استخدام موضوع الاختفاء القسري ضمن التقنيات في ترهيب السجين، و يعني التضليل حول أي أخبار عنه، وهذا شكل من أشكال التعذيب عبر عزله في مبنى أحيانا، كما كان يحدث في مبنى 15 في سجن جوف السابق. عندنا على سبيل المثال من 2017 إلى 2022 441 حالة، بينهم 54 طفل، ومجموع أيام الاختفاء القسري لكل هؤلاء الضحايا ال 441 كل الأيام هي 7102 ما بين سنة 2017 و 2022. طبعا حتى لا أستغرق في مسألة يعني الأرقام أهمية التي هذا لدينا. التوثيق، أهمية هذا التوثيق نعم، الذي يعني أجريتموه وأقمتموه، كم يعني يضيف إلى الملف الحقوقي السيء الصيت لدى النظام البحريني، وبالتالي تضخم هذا الملف عاما بعد عام. صحيح، احنا تحدثنا فقط عن الانتهاك لمس الحق في الحرية للاعتقال التعسفي، وإلا في بقية العناوين هنالك أيضا أرقام أخرى وحالات مختلفة. مهم أن يتم تدوين كل مثل هذه التعديات مما يحدث في طوال هذه السنوات نعم لعدة أغراض. جزء من أدوات الصراع السياسي اليوم اللي ولد الأزمة الحقوقية هي مناكفة السلطة في هذا الملف. أولا هم ضحايا، وهنالك حراك حقوقي يتصل بهؤلاء الضحايا، هذا إذا تحدثنا فقط عن الأفراد، نعم وإلا في تعديات حتى في الحقوق الثقافية على سبيل المثال، حتى في الحقوق الاقتصادية. بس نتيجة أن الحدث المتحرك بشكل أساسي وهو ملف المعتقلين، فتبرز الانتهاكات طيب الخاصة بملف المعتقلين، وإلا هنالك عناوين أخرى. مهم هذا التدوين أولا لأي مرحلة مساءلة. في الأخير هؤلاء تعرضوا لتعديات، ومن حقهم جبر الضرر والمطالبة بمحاسبة طيب من تورط بإيقاع هذه الانتهاكات و الإيغال فيها، وأيضا لقراءة كيف تطور القمع السياسي في داخل البحرين.
طيب، هذه مساحة مختلفة. احنا اليوم عندنا حالة ونقطة مهمة، الأستاذ نعم حسن مشيمع على سنأتي سبيل على ذكرها، المثال. لذلك سأطرح هذه النقطة وأحولها إلى أستاذ علي مشيمع لأنه مثال حي، هو والد القيادة الأستاذ حسن مشيمع في تطوير لبيئة القمع السياسي داخل السجون في تفنن، وفي المقابل أنتم مثال بارز، أنتم ووالدكم رأيتم أنه في تقنيات عند النظام عم يستخدمها للتستر على أساليب التعذيب. طبعا اكيد، يعني الوالد هو نموذج صارخ من النماذج الواضحه التي تتعرض الى الاستهداف، ويعني حياته معرضه الى الخطر. الوالد الان عمره 75 عام، ورجل في هذا السن بطبيعه الحال فقط في هذا السن يحتاج الى رعاية عنايه خاصه، يعني عنايه صحيه، ناهيك انه اصلا مصاب بعده امراض والظروف السيئه القاسيه في السجن. الوالد هو هذا، هي مثال، يعني الوالد الان الحين الوالد يعني باقي العام والنصف موجود في سجن انفرادي، لا يرى احد، لا يعني لا يجلس مع احد، ممنوع ان يتعرض الى اشعاعات الشمس، ممنوع من الحركه والمرقد. يعني انا بشكل واضح، يعني من تجربه شخصيه اعرف، يعني ارى الحقيقه واضحه ماثله امام عيني، انه ان موضوع استخدام العلاج والرعاية الصحية كأداة وكسلاح لإلحاق أكبر أذى بالسجين، هو هذا يعني موضوع بشكل استراتيجي. يعني الوالد نموذج، لكن لو مثلا طرحنا الرموز الآخرين، يعني سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد، رجل أيضا متقدم في السن ورجل من أفاضل علماء البحرين، يعاني من مشكلة يعني مستعصية نعم في قدمه وفي رأسه، وسبق أن تحدث حتى يعني أخرج زفرات من الألم يتحدث فيها عن معاناته، لكن لم يتم علاجه. وقبل أسبوعين تقريبا أخذ سماحة الشيخ ميرزا المحروس إلى المستشفى وأجريت له عملية عاجلة قسطرة، بعد بسبب أنه تم إهمال حالته، وهو كان يعاني من مشاكل ومن آلام دون الاكتراث بوضعه، واضطر بشكل عاجل، يعني إذا يصل إلى مرحلة الموت هنا يقومون بإسعافه، لكن يعودون إلى نفس الطريقة بحرمانهم العلاج وبتركه مهملا في المتابعة الصحية. سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد مثلا بقي تقريبا قرابة السنتين يعاني من أوجاع شديدة للغاية في البطن، كل ما أصيب بهذه النوبة نعم يتم تقديم مسكنات للألم. بعد سنتين تم اكتشاف أن لديه المشكلة في القلب وليس في البطن، يعني وكان يحتاج إلى عملية في القلب وليس تزويده ب يعني مسكنات للألم. وبقية الرموز هكذا، يعني هذا لذلك يعني إذا تحدث، صحة إذا طبعا تسمية تحدث عن الرموز، أنا أتحدث عن مجموعة من الرموز اللي حاضر أسمائهم على الساحة الدولية، طيب للمنظمات الحقوقية تتكلم عنهم ويتم التعامل معهم بهذه الطريقة، فما لذلك بالك يعني في سميت هذه قضية السجون الشباب بأنها الذين. مقبرة لحقوق الإنسان سيد علي مشيمة؟ نعم أكيد هي مقبرة لحقوق الإنسان في يعني في داخل، يعني معاناة السجن فعلا معاناة يعني مؤلمة. أنا ما أعتقد، أنا لا أتصور حتى في السجون الكيان الصهيوني يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بنفس الطريقة التي يتم طيب التعامل مع من قبل النظام الخليفي مع البحرانيين. أضرب عليك مثالا وضع الدكتور عبد الجليل السنقيس، هناك نعم حالات، هناك إضرابات نجحت من أسرى فلسطينيين خاضوا إضرابات قاسية وتم حلحلة يعني ولكن أمورهم في البحرين وتم إطلاق سراحهم. الآن الدكتور عبد الجليل السنقيس مضرب عن الطعام أكثر من عام، لا يطالب حتى بإطلاق سراحه، والحرية حقه طبعا، لكن يقول أنه تم الاستيلاء على بحث هو خاص لي، أنا لم أخالف فيه القانون. يعني يعني برأيك اليوم، حتى على عفوا، نظام البحرين تفوق على الكيان الصهيوني بهذه الناحية، أيضا الناحية الإجرامية حتى داخل سجونه. طيب، على أي حال، في نقطة قبل أن يدهمنا الوقت، سيد باقر درويش، استنادا إلى ما تفضل به سيد علي مشيمة، سيد باقر درويش عادة عندما يتم إنشاء لجان كلجنة بسيوني وإصدارها لعدد كبير من التوصيات، كيف النظام يقول أنه نفذ جزء لا يسمى به من هذه التوصيات، ولكن
كيف استطاع النظام التهرب من تنفيذ هذه التوصيات والتظاهر أمام المجتمع الدولي بأنه يمارسها وينفذها على أرض الواقع، وأنا لدي هذه المؤسسة الحقوقية وتلك وغيرها؟ أولا بالخطاب السياسي الإعلامي الذي اعتمده منذ البداية، وهو تكرار أنه قام بتنفيذ التوصيات وغالبيتها، وهذا تكرر لسنوات وبقي لازمة من لوازم الخطاب السياسي الرسمي. الأمر الآخر، وإن كان ما إليه سوق هذا الكلام، يعني مجرد تأتي إدانة من جهة حقوقية دولية حول عنوان ما أو تطالب الحكومة مثلا بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج عن المعتقلين، يعني بأنك لم تصلح القضاء وما زلت تحتجز المعتقلين السياسيين، هذا مجرد مثال. الأمر الآخر، كان هنالك لعبة اللجان التي أنشئت لأكثر من مرة في مسألة متابعة التوصيات، والتي تبين يعني غرضها الحقيقي هو كان مجرد إجراء شكلي للضحك على الذقون والقول بأن الحكومة نفذت التوصيات أو المطالبات الحقوقية الدولية. الموضوع الآخر هو المؤسسات التي أنشئت والتي كان يفترض أن تكون كما يحدث في دول العالم واجهة للتغيير الحقيقي الحقوقي في تحسين الوضع. طيب. المتصل بالسجون مثلا، وحدة التحقيق الخاصة، الأمانة العامة للتظلمات وغيرها، ولكن كل هذه المؤسسات التي أنشئت في مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أولا فشلت في مهمتها في التضليل الدبلوماسي والإعلامي، وتحولت إلى أداء منتظم، كلها تشتغل بأداء وبإيقاع ثابت وكأنها تدار من وزارة الداخلية. يعني ليس هذه المؤسسات الحقوقية لرفع الظلمات لتطوير تقنيات القمع. نفس البيان الذي يصدر ونقرأه على موقع مجلس الشورى أو البرلمان أو ما يكتبه الصحفيون هو ذات المضمون الذي نستمع له في تصريحات من يدير مثل هذه المؤسسات. هذه من أساليب التلاعب، بالإضافة إلى يعني الذهاب إلى بعض التدابير التشريعية أو الإعلامية، وحتى في مرحلة ما تحدثوا عن الخطة الوطنية للانتماء الوطني. طيب، جاي تريد تحط خطة تتعلق بالهوية الوطنية، من يرأس اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الخطة؟ وزير الداخلية اللي ما شاء الله سجله أسود من الأسود. نعم. ومليء بسيرة القمع. أساليب كثيرة لجأت إليها الحكومة، بالإضافة إلى رفع مستوى الإنفاق الأمني المالي على المنظومة الأمنية والمؤسسات الداعمة لمسار تقطيع الانتهاكات. يعني في هذه المؤسسات الحقوقية تم تطوير تقنيات القمع وليس لرفع الظلمات. صحيح، ولذلك يعني السلطة تفتش عن أساليب الالتفاف، مش الذهاب إلى معالجة الإشكال السياسي أو الحقوقي وغيره من هذه العناوين. لذلك نشاهد اليوم كيف يتحول مثل موضوع الحرمان من العلاج إلى أسلوب متقدم في التعذيب، وكأنما هو أصبح أحد الأجزاء الثابتة في العقيدة الأمنية، يعني مش فقط يمنع من موعد طبيب أو ما يخليه يدفع العلاج أو يمنعه من الدواء، بل يحول معاناة الضحية في مرض ما إلى أن. لذلك كما أسلفنا منذ قليل، كما حضرتك تحدثت بهذا الموضوع، تحولت سجون أمن النظام البحريني إلى مقبرة لحقوق الإنسان. شكرا لضيفينا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد باقر درويش، وللناشط السياسي البحريني من لندن أستاذ علي مشيمة على مشاركتكما معنا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي، حتى نلتقي بأمان الله.